السلام عليكم. حلقة النهاردة عن هرمون مهم جدا هو هرمون الكورتيزول. عايزين نعرف مع بعض ايه اشهر اسباب ارتفاعه واسباب انخفاضه وايه هي اعراض الارتفاع المنتشرة اكتر. خليكم معي لاخر حلقة عشان نعرف مع بعض كل حاجة. هرمون الكورتيزول او اللي احنا بنسميه الكورتيزون او في لغة الطب بنقول عليه ايه الاسترس هرمون، هرمون بتاع التوتر، الهرمون بتاع القلق اللي بيرتفع على طول بتزيد نسبته في الدم. ومجرد اما الشخص يتعرض لنوبات من الهلع والقلق او حتى من التوتر والحزن بيعمل ايه الهرمون ده او بيتفرز منين؟ بيتفرز من القشرة بتاعة الغدة الكظرية او اللي احنا بنسميها الادرينال جلاند. بيتفرز كمركب مضاد للحساسية في الجسم، وعلى طول له كم دور كده بيروح يعملهم. معروف ان هو زي ما هو مضاد للحساسية مضاد للالتهابات، وعشان كده بيستخدموه كعلاجات في الحالات دي ومثبط للمناعة، فيتاخد كمان كعلاج في حالات امراض المناعة الذاتية. طيب الكورتيزون من الحاجات اللي بيعملها واللي دايما بنخلي بالنا منها ان هو ما يزيدش نسبته عشان ما يزيدش الدور ده، ان هو بيحبس المية ومن طريق ان هو بيزود نسبة الصوديوم في الدم. طيب بيعمل ايه كمان؟ بيرفع مستوى الجلوكوز، له دور في عملية اسمها جلوكوجينسيس اللي هي الحصول على سكر من الكبد. يروح فين؟ يروح للدم بمستوى اعلى. طب كون ان هو بيزود الجلوكوز يبقى من ضمن التأثيرات اللي ممكن يعملها لو زاد قوي نسبته ان هو يسبب مرض السكر. بيعمل ايه كمان؟ يعمل تحلل للدهون والبروتينات، لايبوليسز وبروتيوليسز، يعني ايه؟ يحللهم. ويعمل ايه كمان؟ يرفع الضغط، ضغط الدم. طيب ايه اشهر الاسباب بتاعته اصلا ان هو يرتفع فيها زيادة عن الطبيعي؟ يرتفع دايما لو فيه فرط نشاط في الغدة الكظرية اللي بتفرزه، لو في كسور في الغدة الدرقية ممكن ترفعه عن الطبيعي بزيادة، لو في كمان حالات زي حالات مرضى الكبد، لو في مشكلة زي حالات زيادة الالتهابات في الجسم، ممكن لو في حالات الحمل، ممكن امتى كمان؟ ممكن بقى لو أنثى بتتعاطى مثلا استروجين بزيادة ممكن يعمل كده. طيب ايه الاعراض اللي ممكن تخليني اشك ان الكورتيزون موجود بزيادة عن المعدل الطبيعي في الدم؟ اولها واشهرها هي زيادة الوزن. طبعا ممكن نحس ان الوجه منفوخ شوية، ممكن زي ما بنقول كده ان هو يقلل المناعة. من الحاجات الشهيرة كمان لان هو بيقلل من تكوين العظام، فتلاقي يحصل ضعف في العظام وضمور في العضلات. كمان طبعا هيرفع ضغط الدم زي ما قلنا بزيادة بقى، لان هو ده اصلا من ضمن دوره في جسمنا. هيرفع مستوى السكر زي ما بنتكلم ان هو كمان يزود الانسولين ريزيستنس، فممكن يعرضنا لمرض السكر. ممكن يسبب ايه كمان؟ طبعا شعور بالاجهاد، هيسبب عدم التئام للجروح ويبقى موجود بشكل ملحوظ تشققات في الجلد، ودي تبقى اشهر اعراض الزيادة. طب امتى ينخفض عن المعدل الطبيعي؟ ينخفض لو في كسور في الغدة الكظرية، لو حالة بنسميها اديسون سندروم، او في حالة تعاطي ادوية استرويد كتير. طيب عشان كده الكورتيزون بنخلي بالنا منه لما بيتكتب كعلاج. اصلا دايما ناس كتير بتشتكي من الاعراض الجانبية اللي ممكن يسببها، ودايما بنلاحظ ان هو بيعمل ايه؟ زيادة في الوزن. ادوية الكورتيزونات اللي بتستخدم كعلاج كمضادات الالتهابات، مضادات حساسية، لعلاج حتى بعض انواع المناعة الذاتية، بعض انواع امراض المناعة الذاتية، ان هو بيكون له اثار جانبية زي زيادة الوزن، ضعف العظام، ضمور في العضلات زي ما اتكلمنا، والاعراض اللي ممكن يسببها ارتفاع في مستوى السكر لو بيتاخد على المدى الطويل. وفي نفس الوقت خلي بالنا ان هو بيضعف المناعه، يعني بيقلل دور الاميون سيستم
دي حاجة بتخوفنا جدا من الكورتيزون، ودايما نقول ان ما يتاخدش من نفسنا كده، ويتاخد تحت اشراف طبيب بجرعات محددة منظمة تحت امر الطبيب. خلصنا كل حاجة مهمة بخصوص الكورتيزون. لو اي سؤال يكتبولي في كومنت. لو عجبتك الحلقة لايك وشير. سلام عليكم.